فصل في نظافته صلى الله عليه وسلم وطيب ريحه وعرقه ودمه. وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن الأقذار وعورات الجسد فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غيره، ثم تممها بنظافة الشرع وخصال الفطرة العشر. وقال: بني الدين على النظافة. هذا الحديث ضعيف طبعا. وبه إليه قال: حدثنا سفيان بن العاص وغير واحد قالوا: حدثنا أحمد بن عمر قال: حدثنا أبو العباس الرازي قال: حدثنا أبو أحمد الجلودي قال: حدثنا ابن سفيان قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يكثر في شرح المادحين: كان أطيب من العنبر وأجمل من المسك. وإذا ذكرت العنبر وكذا، وحافظين المنشدين ما شاء الله عن العنبر والمسك، يعني أناشيد كثيرة جدا يكثر في شعر المادحين أن يقولوا فلا شممنا مسكا ولا عنبرا. ومن صافح وسيدنا أنس يقول: يعني صافحت بكفي هذه كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مسست خزا ولا حريرا ألين من كفه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان أحد الصحابة إذا صافح النبي صلى الله عليه وسلم تبقى يده طول اليوم معطرة ممسكة، فهو أطيب من العنبر وأطيب من المسك. ولا تتعجبوا من ذلك. لماذا نتعجب؟ العنبر، تعرفون يا إخوة العنبر ما هو؟ العنبر يستخرج من الحيوان، يستخرج من حيوان البحر، من بعض الأسماك يستخرج العنبر. والمسك أيضا يستخرج من الحيوان، من الغزال، دملة تخرج في رجل الغزال، دملة يعني حبة تخرج في فخذ الغزال، ثم تكبر شوي شوي، ثم تكبر ثم تكبر، فإذا كبرت يأتي إلى شجرة فيحكها، فإذا حكها تسقط، فإذا سقطت تكون هكذا في جراب موجودة، وقد رأيتها، فتكون من جراب جلدي. فيأتي الصيادون يبحثون في الغابة فيجدون هذا الجراب فيبيعونه بأغلى الأثمان. هذا المسك الحقيقي هو عبارة عن دملة في رجل الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. تمام. طيب، إذا كان المسك والعنبر من الحيوانات والعسل والشهد من الحيوانات، فكيف لا يكون عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك والعنبر وهو سيد الأحياء؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. فإذا لا نتعجب، يعني البعض يقول: معقول كان بصاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث مشهور جدا، حديث صحيح، أن بصاق النبي صلى الله عليه وسلم كان طيبا وكانوا يتسارعون إلى بصاقه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فحديث مشهور، إلى وضوئه، كانوا يتسارعون إلى وضوئه، يعني إذا إلى ما تبقى من الوضوء، فما بصق أو 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 تناول أو بقي شيء من الوضوء إلا تسارعوا إليه وتبركوا به. فهذا عطر من العطور. لماذا نستكثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والعنبر والمسك والعسل والشهد كل ذلك من الحيوانات، وأمامنا نرى ذلك، فكيف لا يكون من فضائل من 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 عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ممن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم عطر أطيب من أنواع العطر؟ هذا أمر جدا مستساغ عقلا ونقلا، عقلا ونقلا. إخواني الأحبة، وأي إسناد؟ نعم والله أعلم، نعم والله أعلم، يعني هذا نعم، لأنه تحت قال رواه مسلم، أخرجه البخاري وكذا وكذا وكذا. نعم. طيب. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده قال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرج من جؤنة عطار. يا سلام، هنيئا لك يا سيدي جابر بن سلمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى جابر فيمسح على خده، فيعني يشعر ببردها، أنها فيها برودة، تمام، ويشعر بليونتها وكأنها أخرجت من جؤنة عطار. الجؤنة هي الحقيبة والإناء الذي يضع العطار فيها عطره ويخلطه فيها، يقال جؤنة ويقال جونة بالإبدال، جونة العطار أو جؤنة العطار، فهي عبارة عن هكذا يعني إناء يخلط فيه العطر. فالعطار إذا شممت يده تجدها كلها عطر، فيقول الراوي سيدنا جابر بن سمرة: كأنه أخرجها من جؤنة عطار، لأن العطر رباني خلقي،
جل جلال الله. قال غيره: مسها بطيب أو لم يمسها، يعني سواء كان عنده طيب تطيب أو لم يمسها. طيب كان رسول الله يكثر من الطيب، فلعل ذلك الذي في جسده يعني من الطيب الذي يتطيب منه. نقول لهم: لا، بل إن الطيب يزداد طيبا بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطيب بشري وجسد النبي صلى الله عليه وسلم رباني. الطيب جبنا مسك مثلا، أو جبنا صنعنا طيبا، هذا خلطة من الطيب، هذا خلطة بشرية تدخل فيها البشر، تمام. فأما عرق النبي صلى الله عليه وسلم وجسده فكان طيبا ربانيا، عطرا ربانيا. الله لا يحرمنا يا رب. قال غيره: مسها بطيب أو لم يمسها، يعني سواء مسها بطيب أو لم يمسها فهي ريحها طيب، يصافح المصافحة فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها. نعم. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أنس على نطع يعني جلد، فعرق، فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقه، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت: نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب، يعني نطيب فيه طيبنا، نطيب بعرقك طيبنا. شوفوا الفهم والذوق. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم. وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف من إيش؟ عرف أنه سلكه من طيبه، رائحة مر من هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر إسحاق بن راهويه أن تلك كانت رائحته بلا طيب صلى الله عليه وسلم، يعني بلا تطيب. وروى المزني عن جابر قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فالتقمت خاتم النبوة بفمي، فكان يشح علي مسكا. يعني أردفه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه وجالس وراءه، ففمه جاء وين؟ على الخاتم، خاتم النبوة كما مر معنا في السمائل هو يعني بضعة لحمية ناسزة، قطعة لحم ناسزة هكذا ظاهرة. فيعني هنيئا له سيدنا جابر، يعني يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم ففمه جاء فوق الخاتم، فبدأ يشح له مسكا أو يشج، جزاكم الله خيرا، أنا قرأت يشح، الله ينعم، نعم يشج علي مسكا أي أشم، الله جزاك الله خير بالجيم، يشج، نعم شج يشج، بارك الله فيكم، ثج وشج بمعنى يعني الانتشار. الله الله، شيء عجيب. أنا لا أريد أن أكمل، أريد أن أقف عند هذا الحديث. يعني سيدنا جابر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه خاتم النبوة ويلتقم فمه، سواء مجازا أو حقيقة، يعني مجازا أنه هو لابس ظهر أمامه، وقد يكون الرداء النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى الوراء قليلا فظهر الخاتم فإذا به عند فمه. تخيل أنت في هذا المكان إيش بتسوي؟ عطر أمامك يشج مسكا. اللهم صل وسلم وبارك. بعض المعاني الإنسان يمر عليها ولا يحب أن يتجاوزها، يحب أن يقف عندها فقط، قف وتأمل. وهل هذا التأمل يزيدنا حبا لرسول الله؟ يزيدنا شوقا لرسول الله؟ يا إخواننا، اللي ما عم يزداد قلبه حبا لرسول الله في هذا المجلس ما بيستف... معناته هذا ما يجي أحسن له. لابد أن يزداد حبنا في كل مجلس زيادة، كل مجلس إحنا أشبه ما يكون جلستنا هذه بهذا الجوال، الجوال بطاريته فاضية، إحنا أجينا المجلس بطاريتنا فاضية، فأول يوم بالمجلس شحننا شخطة، وبعدين شحننا شوي تانية، وعم نشحن شوي. فيا إخواننا، بقدر ما تتأملوا بقدر ما تمتلئ بطاريتكم. هذا الكلام والأحاديث رزق من الله سبحانه وتعالى، فكل واحد منكم يغرف من هذا الرزق ما شاء له أن يغرف، فلا نريد أن يأتي شخص ويذهب من المجلس ولا يكون استفاد شيئا. لا بد أن تكون أحسن من الطير، الطيور تغدو خماصا وتروح بطانا،
تغدو خماصا وتروح بطانا. ما معنى تغدو خماصا؟ يعني الطيور تغدو تذهب في الغدوة تنطلق خماصا، أي جائعة بطنها فارغ ما فيه شيء، وتروح ترجع بطانا أي ترجع مليانة. وهكذا نحن نأتي إلى درس الشفاء خماصا، يعني بطاريتنا فاضية، فنشحن البطارية ونشحن ونشحن ونتأمل، وتأخذ عهدا على نفسك أن تطبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسبوع. موافقين على هذا العهد؟ مثل ما تعاهدنا في كتاب الشمائل، عاهد نفسك فيها كل أسبوع أطبق سنة، طول الأسبوع دوما أتذكر هذه السنة وأطبقها في بيتي، في أسرتي، في حياتي. وأقل شيء أقل شيء أقل شيء هذا أمر مفروغ منه لا يمكن أن نتساهل فيه، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نصلي عليه نصلي عليه نصلي عليه كلما ذكر ظاهرا أو مضمرا، ظاهرا أو مضمرا. يا سلام، أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فالتقمت خاتم النبوة بفمي، يعني الخاتم صار عند فمي، يا الله، فكان يشج علي مسكا. يفيح، جيد، اكتبوا في نسخة يفيح علي مسكا، جيد. ينم، أو أيضا أحسنتم ما شاء الله، ينم أيضا فائدة جيدة، ينم، اكتبوا عندكم في نسخة ينم في نسخة يفيح، وكلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. يا رب يا رب. وقد حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله وفاحت لذلك رائحة طيبة. هذا الحديث يا إخواننا موضوع، هذا الحديث موضوع، وإن كان يعني في البداية أنا سررت له، لكنه نص العلماء على أنه موضوع، ومجموع الأحاديث الموضوعة في هذا الكتاب سبعة أحاديث سنمر عليها ونذكرها. فإذا ضعوا بجواره هذا الحديث موضوع، وفي غير الموضوع يعني في الضعيف والحسن والصحيح غنية عن الموضوع. ولذلك لاحظوا عبارة العبارة، وقد حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله، أتى بها هكذا، وقد حكى، تمام، وترك لنا الحكم على هذا المحكي. وأسند، شوف الفرق بين العبارات، القاضي عياض علامة ومحقق ومحدث، فقبل قليل قال وذكر البخاري في تاريخه وفي الصحيحين كذا، وأسند محمد بن سعيد كذا، وقال يعني يسند كل شيء ويترك العهد عليك لتبحث في الكتاب. وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي الخلاء فلا يرى منك شيء من الأذى، فقال يا عائشة أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء. أيضا هذا في سنده متهم، أيضا هذا يعني هذا الحديث. ثم يقول القاضي عياض وهذا الخبر وإن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة الحدثين منه صلى الله عليه وسلم، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، حكاه الإمام أبو نصر ابن الصباغ في شامله، وقد حكى القولين عن العلماء في ذلك أبو بكر ابن سابق المالكي في كتابه البديع في فروع المالكية، وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبهم من تفاريع الشافعية، نعم، البديع في فروع المالكية، وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبهم في من تفاريع الشافعية. وشاهد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن منه شيء يكره ولا غير طيب. لكن المعتمد يا إخواننا عند الشافعية، المعتمد عند المذاهب أن فضلات النبي صلى الله عليه وسلم يعني كفضلات البشر، كفضلات البشر، فلا نبالغ في هذا الموضوع. وما جاء فيه من أحاديث هي يعني ضعيفة جدا، أو موضوع حديث تنشق الأرض هذا موضوع. إذن هذا الكلام فقهيا. ومن حديث علي رضي الله عنه قال غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا، يعني من عادة الأموات عندما يغسله المغسل يمسح على بطنه، يرفع ظهره هكذا قليلا ثم يمسح على بطنه فيخرج ما تبقى من الفضلات منه،
كل الأموات يحدث معهم هذا، ومغسلو الأموات يعرفون هذا الشيء ثم يغسلون الأذى عنه. فسيدنا علي رضي الله عنه يقول: عندما غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرى شيئا قد خرج منه. فقلت: طبت حيا وميتا. قال: وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط. ومثله قال أبو بكر رضي الله عنه حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قال: طبت حيا وميتا. ومنه شرب مالك بن سنان دمه يوم أحد، وبصه إياه وتسويغه صلى الله عليه وسلم ذلك له، وقوله: لن تصيبه النار. مالك بن سنان يمص عندما أراد أن يعني يشد الحلقة التي دخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أرادوا أن يشدوها فما استطاعوا، كانت منغرزة في اللحم حلقة من الحديد، فتقدم إليها بأسنانه وشدها بأسنانه، فدخل بعض دم النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه فمصه، لأنه يمص مسكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تصيبك النار، لن تصيبه النار. ومثله شرب عبد الله بن الزبير دم حجامته، فقال له عليه السلام: ويل لك من الناس وويل لهم منك، ولم ينكره عليه. أيضا سيدنا عبد الله بن الزبير كان طفلا صغيرا، وهو ابن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكان احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج دم الحجامة في كأس، فقال لعبد الله بن الزبير: أيها الغلام اذهب وارميه يعني. فذهب ونظر هذا الطفل المحب، قال: أرميه، هذا دم رسول الله. فشربه، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وذكر شيئا سيحدث له فيما بعد، وهذا من أنباء النبوة، وفعلا حدث له، يعني سيدنا عبد الله بن الزبير حدث له ما حدث من الفتن فيما بعد. وقد روي نحو من هذا عنه في امرأة شربت بوله فقال لها: لن تشتكي وجع بطنك أبدا. نعم، أيضا هذا الحديث أبو أحمد العسكري وأبو يعلى في المسند الكبير. نعم، هذه المرأة قيل أنها هي أم أيمن، هي أم أيمن، قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى فخارة في جانب البيت فبال فيها، وفيه أنها شربت بوله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما والله إنه لا يجعك بطنك أبدا. وإسناده ضعيف، وأخرجه البيهقي من حديث ابن جريج قال كذا كذا إلى آخره. إذن هذا حديث ضعيف، ولكن يستدل به، واستدل به المالكية، وقال أحد علماء المالكية في منظومته قال: وشربت بول نبينا مره وشربها له النبي ما أنكره. اكتبوا هذا البيت عندكم. إيه نعم، وشربت بول نبينا مره وشربها له النبي ما أنكره. إيه نعم. ولم يأمر واحدا منهم بغسل فم ولا نهاه عن عودة. تمام، لو كان نجسا لقال له: اغسل فمك أو لا تعود إلى ذلك مرة أخرى أو كذا. وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صلى الله عليه وسلم صحيح، ألزم الدارقطني مسلما والبخاري إخراجه في الصحيح، واسم هذه المرأة بركة، واختلف في نسبها، وقيل هي أم أيمن، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان. العيدان يعني من شجر النخل، خشب يستخرج من شجر النخل، أو يعني يحفر، إناء يحفر من شجرة النخل فيصبح كالإناء، يصبح كالإناء، يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل، فبال فيه ليلة ثم افتقده فلم يجد فيه شيئا، فسأل بركة عنه فقالت: قمت وأنا عطشانة فشربته وأنا لا أعلم. تمام، إذن يعني يحمل هذا الأمر على أنه ليس مقصودا، ولكن طالما أنه حدث فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقابل هذا العمل لن يجعك بطنك أبدا. روى حديثها ابن جريج وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مقطوع السرة. نعم، ولد مختونا مقطوع السرة. أيضا قال الحاكم في المستدرك: وقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا، وتعقبه الذهبي فقال: ما أعلم صحة ذلك، فكيف يكون متواترا؟ وقال الحافظ ابن كثير في السيرة: وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق، حتى زعم بعضهم أنه متواتر، وفي هذا كله نظر. نعم، إذن هذا الكلام أيضا فيه نظر. وروى يعني جيد يا إخواننا، أنا ذكرت لكم في المجموعة
ذكرت أن تقرأوا الدرس هذا قبل حضوركم، فرغ ساعة من الوقت لتقرأ الدرس، لأنك إذا قرأت ستطلع على الأحاديث الصحيح منها والضعيف والموضوع، فيكون لديك اطلاع، فهذا الاطلاع ينور القلب، ويكون لديك أيضا تشويق لأن تسمع وتستفيد أكثر وتتلذذ بهذه المعاني. وروي عن أمه آمنة أنها قالت قد ولدته نظيفا ما به قذر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وعن علي رضي الله عنه قال أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسله أغيري، فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه. سبحان الله. أيضا هذا يعني ذكر الذهبي أنه لم يصح هذا الحديث. وفي حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوضأ، وقال عكرمة لأنه كان صلى الله عليه وسلم محفوظا.